انا اسمي سالم، انا طالب في طب زازيق. النهارده انا عامل البرزنتيشن ديت عن المانجمنت اوف ثايرويد نوديولز، وانا معايا المشرف دكتور صلاح الدين حمامسي، اتندنج فيزيشن في براون يونيفرسيتي في رود ايلاند، وطبعا امريكان بورد سيرتيفايد انترنال ميديسن. انا حابب بس في بدايه البرزنتيشن اشوف العناوين اللي انا هتكلم فيها ايه. اول حاجه اتكلم عن الديفينيشن، تاني حاجه البريفالنس او مدى انتشار النوديولز، تالت حاجه الايفالويشن وهي بتحتوي على كذا نقطة: الهيستوري، فيزيكال اكزامينيشن، لاب تيستس، الترا ساوند، فاين نيدل اسبيريشن، وبعدين نتكلم عن مالتيبل نوديولز، واخيرا حالات خاصة زي تشيلدرن والبريجننت ومن. طيب اول حاجة نتكلم عنها الديفينيشن. الديفينيشن بيتعرف ان هو يعني بتعرف ثايرويد نودلز ان هي ديسكريت ليجن within the thyroid gland that's radiologically distinct from surrounding thyroid parenchyma. يبقى ايه الفكرة؟ يعني انه الفكرة انه انا بعمل بالبيشن مثلا لقيت شيء ليجن، لقيت ليجن تحتي. طيب بالراديولوجي لو انا لقيت انه في مكان ديستينكت عن اللي حواليه، وبالتالي دوت يعتبر نوديول. لو في استثناءات ايه، بلاقي سيست او لامب، يعني انا بلاقيه بالبلبيشن، لكن لما اجي اعمل بالراديولوجي بالالترا ساوند مثلا ما بلاقيش حاجه مقابله له في الاشعه، فبالتالي ده ما يعتبرش ان هو نوديول. والبانل والخريطه اللي هنتكلم عليها في الجاي ده كله هو بنتكلم عن النوديول. طيب البريفالنس له طريقتين في الديتكشن، يعني بلاقيها يعني عملوها مره بالبلبيشن وبالالترا ساوند. بالبلبيشن لقينا ان 5% من الومن و1% من المان في الايودين سفيشنت اريا بيبقى عندهم ثايرويد نوديولز بالبلبيشن. بالبلبيشن مجرد بيعمل بايديه يعني. طيب بالالترا ساوند لقينا من 19 ل 67%، طبعا ده يعني رقم ضخم جدا، في المتوسط حوالي حاجه 40%، وبالتالي ده بيعين مدى اهميه يعني ان احنا نشوف ازاي هنتعامل معاه. طبعا النسبه بتبقى اكبر في الومن والالدري. طيب الايفالويشن اوف ثايرويد نوديول، انا بس عايز اكد انه الهدف الاساسي من الايفالويشن هو ان احنا نشوف هل النوديول ديت مالجننت ولا مش مالجننت، وازاي نتعامل معاها في الحالتين. يعني الخوف الاساسي من الثايرويد نوديولز هو المالجنسي. طيب اول حاجه نتكلم عنها الهيستوري. الهيستوري بنقول يعني طبعا ناخد الهيستوري كامل، لكن في حاجات هاي ريسك او ان انا يعني بتخليني اقلق ان الثايرويد ديت ممكن تبقى النوديول ديت ممكن تبقى مالجننت، اللي هم ايه. اول حاجه الفاميلي هيستوري اوف ثايرويد كانسر، اي نوع بقى من ثايرويد كانسر، سواء بابيلر ثايرويد كارسينوما، ميدلري ثايرويد كارسينوما، مالتيبل اندوكراين نيبليزيا، اي نوع. تاني حاجه الاكسبوجر تو راديشن، والاكسبوجر تو راديشن ده يا اما يعني يكون يعني راديشن عادي، يعني زي مثلا في السي تي اللي احنا بنعمله هيد ونيك سي تي مثلا في التشايلد هود، او في ايونيزنج راديشن زي في بعض الحوادث او الكوارث النوويه في فوكوشيما وغيرها يعني. طيب تالت حاجه الرابيد جروس، يعني ان النوديول بتكبر بسرعه كبيره. واخيرا الهورسنس. الهورسنس انا حابب نسمعه لان انا بصراحه عمري ما سمعته قبل كده، فبالتالي انا هنطلع من البرزنتيشن نسمعه ونرجع نكمل تاني. طبعا يعني انا بس ايه حبيت ان الناس تاخد فكره انه هو الصوت بيبقى عامل ازاي. طيب بعد كده نخش على الفيزيكال اكزامينشن. الفيزيكال اكزامينشن مهم جدا نعمله صح، وهنتعلم ازاي نعمله صح دلوقتي بان احنا هنتفرج على فيديو وهنعلق اثناء الفيديو ما هو شغال. في حاجات معينه بتسجست المالجنسي هنعرفها بس بعد ما نرجع من الفيديو. For any hair loss, particularly loss of the outer third of the eyebrows, and looking for any of
obvious blood retraction. طيب هنا بس هي بتتكلم عن كذا نقطة. أول حاجة بتتكلم عن التمبريتشر أو إحساس الشخص بالتمبريتشر، لأن إحنا عارفين إن هو في الهايبوثيرويديزم بيبقى عندنا حاجة اسمها كولد انتوليرانس، يعني الشخص ما بيستحملش البرد. في الهايبرثيرويديزم في حاجة اسمها هيت انتوليرانس، أو الشخص ما بيستحملش الحر. يعني بمعنى إيه؟ مثلا ممكن تلاقيه في الشتاء ولابس نص كم. طيب تاني حاجة الويت. إحنا طبعا في الـ في الـ في الهايبرثيرويديزم بيبقى عندنا ويت لوس، لكن في الهايبوثيرويديزم بيبقى عندنا ويت جين. موضوع الانكشس او اجيتيتد ده بيبقى موجود في الثيرويدوكسكوز او الهايبرثيرويديزم. طبعا الفيشل ميكزيما اللي هو الايديما في الفيس وال يعني دراي سكن وما الى ذلك. بعدين عندنا بتقول الهير لوس سبيشالي اوتر اي براو، ده اللي هو موجود برضو في الميكزيما. بعد كده عندنا الليد ريتراكشن، طبعا ده بيبقى نتيجه لزياده نشاط السمباثيك في الهايبرثيرويديزم. يعني الليفيتور باربيبي سوبريوريز ماسل بتبقى يعني كونتراكتد، فبالتالي بيبقى الابر اي ليد مرتفع شويه. بتتكلم عن ايه؟ يعني في حاجه اسمها ثيرويد اكروباتشي، اللي هو اللي بنقول ان هو يعني بيبقى حاجه عامله زي كلابنج اوف فينجر كده. وفي عندنا بقى يعني طبعا بنشوف ايه اللي هو فكره انه الايد بتبقى وورم وسويتي في الهايبرثيرويديزم ودراي وكولد في الهايبوثيرويديزم. بعدين هنشوف طبعا دلوقتي هتشوف يعني تعمل تيست معين للفاين تريمورز، هنشوفها بتعمل ازاي. طبعا بالسيشن بيبقى فيه تاكي كارديا في الثيروتوكسيكوزز والبريدي كارديا في الهايبو ثيروديزم. جدا فكره سوالوينج. سوالوينج بيخلي الانسبكشن اسهل، يعني بيوضح الثايرويد جلاند بشكل اوضح. وفي نفس الوقت لو انا لقيت فعلا خلاص في انلارجمنت، لكن عايز اتاكد اللارجمنت ده هل في الثايرويد جلاند ولا بره، موضوع السوالوينج ده بيوضح ازاي بقى. يعني لو الليجن في الثايرويد لازم السوالوينج ده هيطلع فوق، يعني هو يعني اسف الليجن ده هيطلع فوق اثناء سوالوينج. ليه؟ لان هو الثايرويد جلاند اصلا يعني انكلوزد في البريتراكيال فاشيه، يعني فلازم اثناء سوالوينج هي هتطلع فوق وبالتالي الليجن هيطلع معاها فوق. طب لو ما اتحركش اثناء سوالوينج يبقى الليجن ده بره ثايرويد جلاند، ممكن يبقى ليبوما، ممكن يبقى اي حاجه تانية. الحته دي مهمه جدا، موضوع التانج بروتروجن. يعني في حاجه اسمها ثايروجلوسال سيست. الثايروجلوسال سيست لما يعني لما العيان يعني يعمل تانج بروتروجن هنلاقي السيست بيترفع لفوق، بيتحرك لفوق. طب ليه؟ يعني دي حاجه يعني مشكله يعني اثناء الامبريجينيز بتاع العيان بيبقى يعني ثيروجلوسال سيست. طبعا احنا عارفين اصلا الثيرويد جلاند الاول بتتكون في مكان وبعدين بتتحرك للمكان الاساسي. ساعات بتفضل السيست موجوده ما بين بتوصل ما بين الفريمن سيكم والثيرويد جلاند، فبالتالي لما يجي يحرك لسانه لبره الثيروجلوسال سيست هتحرك معاه. طبعا البالبيشن بقدر احدد بيها التندرنس، هل مثلا هو في تندرنس في الثايرويد ولا لا. وبعدين في نفس الوقت لو انا ممكن اقدر اديتكت النوديولز بالبالبيشن واقدر احدد هل مثلا هي النوديول فيكسد للسراوندنج ستراكشرز ولا لا.
وطبعا هنشوف مدى اهميه موضوع الفيكسيشن ده، وبعدين هنشوف برضه هيتعمل دلوقتي هي تخليه يعني سوالوينج عشان تقدر ان هي تدك او يعني تعمل اسبكشن بشكل اسهل. هنشوف ونكمل. طبعا السيرفايكال لينفادوبسي بحيث انه اخاف ان يكون في سيرفايكال كانسر وحصل ميتاستاسيس للسيرفايكال لينف نودز. طبعا موضوع الثايرويد بروي هو بيبقى سيستوليك بروي نتيجة لزيادة الفاسكولاريزيشن في البرايمري توكسيك جويتر. تمام. هنا في بيركاشن، الفكره كلها انه طبيعي يبقى في يعني الاير وارد تراكيه، فبيبقى في ريزونانس. بيبقى طبعا ما فيش ريزونانس في لو في ريترو اكسترنال اكستنشن، ويعني دي طريقه بالبركاشن اقدر احدد فيه ريترو اكسترنال اكستنشن ولا مفيش. طبعا الاي ساينز يعني الفكره كلها يعني في زي في ثايرو توكسيكوزس بيبقى في يعني اكسوفثالموس مثلا، بنشوف ليد ريتراكشن زي ما احنا قلنا قبل كده، في انفريكوينت بلينكينج في ثايرو توكسيكوزس، في حاجه اسمها الليد لاج، هنشوف دلوقتي تست التحمل ازاي، او دبل فيجن. الليد لاج دوت عباره عن ايه؟ يعني الفكره انه الطبيعي ما يبقاش في مسافه ما بين الايريس والابر اي ليد، يعني ما اشوفش سكليره ما بينهم. لكن في حالات ثايرو توكسيكوزس يعني لما اجي اخلي العيان يبص من حاجه لفوق مثلا زي ما هي هتعمل صباعها، يبص من فوق لتحت، هتشوف هتقدر تلاحظ ان في مسافه ما بين الاثنين، هتشوف سكليره ما بين الايريس والابر ايليد. هنشوف الدلتا دي بتعمل ازاي. ده التست بتاع الليد لاج. طبعا هي بتشيك للمايوباثي، طبعا المايوباثي موجود في الاثنين في الهايبو والهايبرثيرويدزم. موضوع checking for reflexes لأنه في الميكزيديما بيبقى عندنا delayed relaxation of deep reflexes، يعني بيحصل contraction بعدين عشان يحصل relaxation بياخد مدة طويلة. ديت أحد علامات الميكزيديما. طبعا البريتيبل ميكس ديما بنقول ان هي بلايك لايك، يعني اتش سويلنج موجود في الانتيرير بارت من الليج وبيعمل اكستنشن للبوستيرير بارت. Screen for proximal myopathy in the lower limbs by asking the patient to stand without the assistance of their arms. And that completes our examination. تمام. انا بس حبيت ان احنا نشوف الاكزامينشن بيتعمل ازاي. هنكمل البرزنتيشن بتاعتنا. طب لو لقينا حاجات معينه في الفيزيكال اكزامينشن ديت هتسجست المالجننس، هنقول لا النوديول ديت ممكن تكون مالجننت. ايه هي؟ اول حاجه فوكال كورد باراليزس، شلل في الاحبال الصوتيه. تاني حاجه لاتر سيرفايكال فيبروبسي، اللي هو يعني نقول كده بنسجست انه كان في
كانسر وعمل ميتاسز للسيرفايكال لينف نودز، واخر حاجه الفيكسيشن اوف نودولز تو سراوندنج تيشو، يعني لو سواء حاجات سوبرفيشال زي سكن او ديب ستراكشر جوه. طيب انا بس حابب ان احنا نستخدم الكونتنتس في الاخر ك يعني تشيك ليست لينا. انا احنا اتكلمنا في الجزء الاول من البرزنتيشن ده عن الديفينيشن وعن البريفالنس والايفالويشن، شفنا فيها نقطتين الهيستوري والفيزيكال اكزامينشن. ان شاء الله بدايه المره الجايه هنبدا باللاب تيست. شكرا.